وصفتنا اليوم كثير بسيطة سهلة، الفكرة فيها الاستفادة من بقايا الكيك اللي عندك، أو إذا حبيتوا تستعملوا الكيك الجاهز. حنعمل كيكة على شكل كيك ولكن بالكريم كراميل مع الفواكه والكيك. خلينا نشوف مع بعض هذه الفكرة. هون بقدر أنا أختار القالب على حسب كمية الكيك اللي أنا بدي إياها. قطرات بسيطة من الزيت، يدوبك يعني ربع معلقة صغيرة، وباستعمال الفرشة أمسح القالب كويس قوي لغاية ما تتغطى عندي كل الأجزاء. طبعاً مش شرط يكون عندي قالب بهذا الشكل، ممكن تعمليه في طبق عميق، طبق فرن تقدري تستعمليه. هخليه على جنب. هلأ أحبائي هقطع الكيك، بستعمل سكين منشارية بسهل علي التقطيع. قطعته إلى مكعبات، ما في عندي شكل ثابت. ححط الكيك في الطبق أو القالب اللي جهزته. حتى على فكرة لو في عندكم بواقي كيك في البراد، ممكن أخلط باوند كيك مع شوكليت كيك، لقيته شقفة ضايلة هون، لقيته قطع من هون، عادي أخلطوهم مع بعض واستفيدوا منهم وحولوهم إلى طبق. حبتدي هلأ أوزع الفواكه على الكيك. إذا استعملنا الفواكه المعلبة استعملوها مع الشراب الموجود في العلبة. لتجهيز الكريم كراميل، في كاسرولة بحط الحليب، بضيف بودرة الكريم كراميل، ولمزيد من الطعم والكثافة بضيف الجيمر. باستعمال مضرب شبك يدوي بحرك شوي شوي لغاية ما يدوب عندي الباودر، وهلأ بسخن على النار. بسخن الخليط على النار مع استمرار التقليب بهدوء، ما حيتقل معي كتير، مش زي المهلبية والوصفات التانية، بس يوصل للغليان بيكون خلاص جاهز اني استعمله. الخليط وصل للغليان، بصبه مباشرة على الكيك والفواكه. أحبائي طبعاً أنتم شايفين أنه سخن وبحتاج وقت للتبريد، بخليه في البراد عدة ساعات وممكن طوال الليل، ما بنفع طبعاً أقدمه بهذا الشكل. خلينا نشوف بعد ما يبرد وطريقة التقديم. أحبائي بعد مرور عدة ساعات كيكة الكريم كراميل أصبحت عندي جاهزة وطبق التقديم جاهز. بحاول شوي شوي أضغط على الجوانب للتأكد أنها مش ملتصقة. ما تنسوا في البداية حطوا زيت بيساعد على عدم التصاقها في القالب. بسم الله، تنزل في منتهى السهولة. ونرفع القالب، وبتتذكروا خبينا أكياس الكراميل نستعملها هلأ. بوزع على الكيك بهذه الطريقة. كيكة الكريم كراميل أصبحت عندي جاهزة، وصفة بسيطة وسهلة، وتفضلوا.